تمام. واحنا كده بالوساطه نقدر طبعا نختصر، مش مشكله، نقدر نسيرش بدل ما بايكوال بنقول ان، وان دي بتشتغل معانا على النص، لو جزء من النص زي ما لو ببحث بالاسم مثلا او كده تنفع برضه، كل كلام صحيح. لكن انا بس عملتها يا اما يقول لي فولس مش موجود، يا اما بيرجع لي البيانات بتاعته بس وخلاص. فعملتها كده هتفيدني في حاجات كتير. يعني مثلا لو حبينا نبدا نبرمج الديليت اللي هي مثلا ريموف، انا عايز احذف موظف معين، تعالى نعمل سباس كده، نعمل الحذف ده لوحده. هستفيد من الديليت اكزيست ولا مش اكزيست؟ هستفيد، لان لو مش موجودها او لو مش موجود، لو موجودها ابدا اشتغل. وبالتالي انا هاجي هنا هديفاين، تمام، ديليت مثلا انجليت، ماشي، عشان ديليت انجليت لازم تبعت لي الاي دي بتاع الانجليت اللي انت عايز تديليته، تمام. حلو قوي، انت هتبعت لي الاي دي وانا بناء عليه هبدا اتصرف ان انا احذفه لك ولا لا. فالاول انا عايز اشوف هو موجود ولا مش موجود، فانا مش هعيد بقى الكود ده تاني، خلاص انا عايز استغل الايه اللي اكزيست ولا عايز استغل. هي بترجع لي على فيها ترو، بقول له اف اف، طبعا انا ممكن اقول له الانجلي اكزيست وبعت له اي، فهي بترجع لي فولس او بترجع لي ترو. فممكن اقول له نوت فولس، يعني نوت نوت كده بقت ايه؟ يبقى معناها لو فولس كده بقت معناها لو فولس، لو فولس هقول له، هقول له مثلا ايه؟ employee not exists to remove، الموظف ده مش موجود عشان تحذفه بس. طيب دي لو كان مش موجود، طب else يعني ايه؟ موجود بقى عايز احذفه، طب موجود بقى خلاص، يبقى انا عايز ايه؟ عايز اعمل عمليه الحذف ذات نفسها. عمليه الحذف بسيطه، ان انا بروح على الانجليز، ادي كده كل التاجز بتاعت الانجليز، و هقول دوت، هلاقي في عندي ريموف، في عندي فانكشن اسمها ريموف. الفانكشن اسمها ريموف بتقول لي هات الاوبجكت كله اللي انت الموظف اللي انت عايز تحذفه، الاليمنت كله. قلت له يبقى انا محتاج اعدل الناس الشغف، يعني ايه؟ ما دي بترجع لي بيانات الموظف صح؟ لو كانت موجود اقول له ماشي، انا محتاج اعملها كده، واقول له هنا الام يساوي، عملت كده. فالام ده دلوقتي ممكن يبقى فولس، اقول له ايه؟ اف ان نوت ام، اف ان نوت ام، لو كانت راجعه فولس اقول اف ان نوت ام، خلاص يبقى في الحاله دي اقول له الامبلي نوت اكزيست، مش موجود. إلس بقى موجود خلاص، في حد يقول له انفليز دوت ريموف، هيقول لي هريموف مين؟ اقول له الام كله على بعضه، اللي هو التاج ده بكل الايه الشغل اللي فيه، وبكده بيعمل ريموف. بس بسيطه، بس في حاجه مهمه، لازم اسمع الكلام ده في الفايل، لازم الفايل يسمع فيه الكلام ده. يعني كده هو عمل ريموف، بس عمل ريموف من الايه؟ من ده، من الانفليز دي، اللي هو من الشغل ده، من الروت. لكن ده لازم ما اسمعش في الفايل، لازم يسمع في الفايل بتاعي، لازم اخليه يسمع في الفايل عشان بس يبقى حافظ جوه الملف ذات نفسه والتعديلات ذات نفسها. اقول له طب احنا كان عندنا فايل 3، والفايل 3 هقول له دوت رايت، واحنا عارفين رايت طبعا بالترابلس، اقول له رايت مين؟ رايت على الفايل الفلاني. الفايل بتاعنا الفلاني كان اسمه ايه؟ اللي هو ده. انا ممكن برضه اقول له، ممكن اعمله كده واسميه فايل بس يساوي كده، واقوم باعت الفايل بس هنا عشان استغله برضه ايه، بدل ما اكتبه ثابت انا هقول له رايت على الفايل بس اللي احنا شغالين عليه، بصر الملف اللي احنا شغالين بس، يعني فايل 3.write بديله المسار بتاع الفايل، فبيرايتر بقى الايه؟ الشغل الجديد بتاعه، بيرايتر الشغل اللي الجديد بتاعه او الملف بتاعه الجديد بالتعديلات اللي تم. ده الديليت. ما تيجي نجربها، مش عارف اجربها طبعا. احنا هنجرب تو فانكشنز مره واحده.
يعني مش هنال عليك خلاص هي بترد بتروح لكن بعد اذنك رك هنشتغل على ايه؟ على الديليت. اتفضل. انا دلوقتي مثلا لو انا بعمل كده النقطه الاخيره دي اللي هي في الاخر ان انا عملت الديف الديليت بس ما عملتش اخر واحده دي فايل دوت ري رايت دي عشان انا يعني لو عملت كده بدون بعمل اخر سطر ده انا ورحت للفايل هلاقيه ما اتحذفش فعلا. انا كنت هعرف منين ان هو المفروض اعمل اخر نقطه دي يعني. يعني انا مش هيجي في دماغي ان انا لازم اعمل يعني مش هتسمع في الفايل الاساسي. ما انا ضايف الامليز يعني ضايفها فالمفروض هي كانت تسمع. المفروض على مين؟ يعني المفروض هم ياخدوها لهم. انا هيجي في دماغي منين ان انا لازم اعمل التعديل يسمع في الفايل في الاخر يعني مش هيجي في دماغي. لا مش حاسس بقى مش هيجي في دماغي. انت لسه بنتعلم احنا طبعا بنتعرف على الموجود. فهنا بالنسبه لنا ده التسييف في الفايل. ليه؟ ان انا لما بعمل ريموف خلاص كده انا حذفته خلاص. ليه يروح يقول لي سمع في الفايل؟ لان انا ممكن اكون شغال باسلوب مختلف. ان انا مثلا بعمل ريموف وبعدل وبعمل مش عارف ايه وكلام زي كده كتير وبعدين في الاخر خالص بقوم مسمع كل التعديلات مره واحده. مثلا ممكن اكون انت بتعمل تعديلات معينه، شخص بيعمل تعديلات وشخص ثاني بيعمل تعديلات معينه وعنده وقت السيف قبل ما اسيف في الفايل لازم اشيك على بعض الحاجات مثلا. عشان كده ان انا قبل ما اسيف جوه الفايل ذات نفسه ممكن يكون بشيك على بعض الحاجات. انت بتريموف بتقاد بتعدل مش عارف ايه مش ابيليتي بس قبل ما اسيف الحاجه بتاعتك دي ممكن اكون بشيك مثلا على ارصده على حاجه بتاعتك. مش كده هم منفصلين في الاصل. لكن ان انت تضمهم وتعملهم مثلا حاجه اسمها ريموف طب ما ده ممكن عادي ممكن ناخد دلوقتي السطرين دول ونعمل لهم فانكشن اسمها ديليت او فانكشن اسمها ريموف وانادي عليه هنا واقول له ريموف وخلاص بقى اسمها كلمه واحده. لكن هي متقسمه في الاصل عشان تديني امكانيات. متقسمه في الاصل عشان تديني امكانيات لان ممكن امسح من الميموري بتاعتي شغال لكن انا عايز اسيف الفايل ولا لا. ممكن اشيك على حاجات اقول له لا مش هينفع ان انا اسيف الفايل مثلا. فعشان كده متقسمه عشان حسب انت اللوجيك اللي انت عايز تبنيه في السيستم بتاعك تبنيه ازاي. تمام؟ دكتور بعد اذن حضرتك هو بالنسبه للجزء اللي هو الخاص حضرتك بس اطلع ثواني كده اللي هو ال if not m هي كده رجعت لي الاوبجكت نال صح؟ مفيش ام الام ده ام ماشي هي كده رجعت لي اوبجكت والاوبجكت فيه ريكورد نال او رجعت الاي دي ما لقيتهوش بمعنى صح؟ يبقى سلام فريد يا دكتور. لو انا جيت قلت اف ام if دايما بتقيم الترو if by default بتقيم الترو كده بقول if ان ام بتيكوال ترو من غير ما اكتبها يعني خلاص. فانا عايز اقول له مش ترو يعني فولس يعني اقول له مش ترو تمام فمش ترو يعني فولس ليه عارفين المش بتاع التصريف ده not true. هو بالتالي انا كده عرفت ان هو مش فولس ان هو كده اسف فولس بالتالي هطلع الكلمه دي else اي حاجه ثانيه غير الفولس هي لو اوبجكت يعني وبالتالي لو اوبجكت انا هبدا اعمل عمليه الايه؟ عمليه ديليت. ما ولا ايه؟ تمام يا دكتور ولا ماشي فيها مش فاهمها هي كده واضحه يا دكتور. تمام يبقى احنا كده فاضل لنا ان احنا نعمل ايه؟ نجرب وبالتالي انا هاجي هنا في المين الرئيسي يعني بالنسبه لنا دي الايه؟ الشغل الرئيسي بتاعنا بره هنا او يعمل ايه؟ الاول هاخد اللي انت عايز تحذف ايه؟ صح ولا ايه؟ فانا هقول مثلا ايه ال deleted m by id هقول له input هقول له enter
ID of the employee plus you want to delete. اخر مش عارف ايه اللي انت عايز تحذفه. تمام؟ طيب انا عشان اقدر اعمل ده انا كل اللي انا محتاجه بعد ما جبت من اليوزر بس في اي دي اللي هو عايز يحذفه ان انا هبعته لمين؟ للفانكشن اسمها ديليت امبلي بس. فاقول له ديليت امبلي قال لي ابعت له الاي دي فقلت له هو ده مش اكتر من كده. طبعا الفانكشن دي هي متكفله بالرد مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه غير لو انا عايز اقول له بس ان هو تم حذفه ممكن اقول له مثلا امبلي وخلص. تعالوا بينا نجرب الديليت لان الديليت هتستخدم كمان الديليت اكزيست وتبقى شايفنا على الاثنين مع بعض ان شاء الله. قال لي ابعت اللي انت عايز تحذفه قلت له رقم واحد طبعا مش موجود اصلا. فقال لي الديليت نوت اكزيست تو ريموف قلت له حلو تعالى نحذف ناخد بس كده قبل من الملفات تعالى نحذف 121 ده قلت له 121 خلاص قال لي اتحذف قلت له طيب نروح على فايلكس الميل بتاعنا هنا ما فيش غير محمد ابراهيم بالفعل يبقى كده الديليت بتاعتنا ايه تمام واشتغلت وكله تمام الحمد لله. اوكي يا ياسر لا يا دكتور تمام ربنا يبارك. طيب كده فاضل لنا حاجتين اساسيتين ان احنا نقدر نعمل ايديت وان احنا نقدر نعمل ايه؟ نعمل ايديت و اد. هنا ان شاء الله فاضل لنا نعمل ايديت و اد. فهنبدا في ال في الايديت ان شاء الله اقول له سيف واخمن له كافي وهو عامل ايه؟ 21 قلت له انا مش عايز الديليت امبلي انا عايز اعمل ايه؟ ايديت ايديت امبلي وطبعا برضه هياخد الاي دي برضه هياخد الايه؟ الاي دي طبعا وبرضه هعمل ايه؟ هروح اقول له امبلي اكزيست وابعته له ويرد عليا لان لو مش موجود مش هعرف اعدل وقلت له لو هو مش لو كده هقول له امبلي نوت اكزيست تو ايه؟ تو اديت الموظف مش موجود عشان اعدله نفس الفكره بالظبط ياخد تقول ما ينفعش مش موجود عشان اعرف احذفه وانا اقول له مش موجود عشان اقدر اعدله انس يبقى خلاص هعدل انس يبقى خلاص انا محتاج ان انا ايه؟ اغير الكود ده بان هو يعدل بالفعل على الموظف اللي ايه؟ اوريدي اكزيست تمام؟ كده الموظف موجود عايز بقى ابدا اشتغل عليه ان انا اقدر احذفه طبعا المين هنا بمشي مع الديليت امبلي اقول له ايديت امبلي اي دي اقول له انتر ايه اي دي اوف امبلي يو وانت تو ايديت انت عايز تعدل وهنلعب فانكشن اسمها ايه؟ اسمها ايديت امبلي وابعت لها الايديت امبلي اي دي اللي احنا وصلنا بس عادي جدا بس هاخد منه ايه الامبلي اي دي انت عايز تعدله رقم كام وهبعته للفانكشن طب الفانكشن لو مش بتشيك عليه موجود او مش موجود مش موجود بتقول لك ان هو مش موجود عشان تقدر تعدله طب else يبقى كده احنا دخلنا في ان احنا تمام وعايزين نعدل البيانات بتاعت الشخص الجميل ده عشان نعدل البيانات بتاعت الشخص الجميل ده هجيبها الاول اللي هو الاي دي والنيم والفون والكلام اللي احنا عارفين ده اجيبه الاول عشان اقدر اشتغل
احنا قلنا عملنا بالمتهيألي في الفانكشنز القديمه اللي هم الايه تمام، هي نفس الحته دي بالظبط. وبالتالي انا عايز اختصرها بعد كده، بالتالي انا عايز ايه انا اختصرها هنا اهو جايبها لي مفرده يعني. قلت له ماشي انا ممكن اختصر واخدها كبي لان انا فعليا هي هي اللي موجوده عندي، هي هي ان انا بجيب بنقي البيانات اللي عندي تبقى موجوده. كده كده محتاج اعرف الناس الفاريبلز فمش مشكله. فلما نيجي نلمها في كلاس ان شاء الله يبقى نحاول نختصر شويه. قلت له خلاص اوكي. الاوتو نمبر هاته من الاوتو نمبر، الاي دي هاته من الاي دي، النيم هاته من النيم، الجوب هاته من الجوب، الفون هاته من الفون، السالري هاته من السالري، الايميل هاته من الايميل. جبت بيانات مين؟ طب الام منين؟ ما هو الام اصلا في الاوريدي اكزيستنج بترجع لي يا فولس خلاص ترو، ده رجعت لي بيانات. وبالتالي انا بسيبش هو انا بجيب الاتليت اي دي بتاعه وبجيب الايه؟ بقيه التاجز اللي موجود عندي، بقى عندي البيانات الاصل. هو ممكن يقدر ايه؟ ممكن يقدر يعدلها. واحنا هنديله امكانيه يقدر يعدل كل البيانات ما عدا الاوتو نمبر، الرقم اللي انا عامله لنفسه اللي هو الاوتو نمبر. غير الاي دي غير النت، وواحد يقول لي انا مش عايزه غير الاي دي، ماشي اتس اوكي. يعني شوف اللوجيك بتاعك. عايز غير الاي دي ما تغيروش، حاسس اللوجيك. انا بالنسبه لي مسكت الاوتو نمبر وهو ده بالنسبه لي اللي هيبقى العداد بتاعي وخلاص، والباقي كله بالنسبه لي عد اللي انت عايزه. باول حاجه عايز اعدل الاسم. اعمل ايه؟ اقول له النيم بتساوي، طبعا هيتاخد بانبوت. اقول له ايه؟ هنا هيتاخد بانبوت. اقول له انبوت. input ماشي هكتب له ايه مثلا؟ هقول له please enter name، وممكن احط الاسم القديم هنا صح زي ما كنا متعودين نعملها. هجيب له النيم بقى القديم عشان لو هو عايز ايه؟ عايز يكيب على النيم القديم يفضل زي ما هو مش مشكله تمام. name or name معناها ايه؟ لو دي فيها قيمه خلاص هتتحط جوه النيم. طب لو فاضيه هياخد النيم اللي هو الايه؟ الفاريبل بتاع الاصل. هياخد النيم اللي هو الفاريبل بتاع الاصل. عملناها الكود مش باين بس يا دكتور. عملناها المره اللي فاتت بشكل مختلف لما كنا شغالين على سي اس بي فايل. نعم؟ الكود مش باين بعض الاقواس في ال ده ممكن يتحرك. اه تمام يا دكتور هي عندها. شكرا. دي كانت فكره ان يا اما الانبوت لو الانبوت اتاخد فاضي هياخد النيم دي اور. طب لو الانبوت ده فيه بيانات خلاص مش هياخد الايه؟ النيم. وبالطريقه دي هعمل الباقي كله. لكن المفروض كنت احط الاي دي كمان. انا هفتح له ان هو يغير الاي دي. غير الاي دي غير عليه هنا الاي دي. وبعد كده الباقي بقى كله طبعا الاي دي والنيم وال حد يركز معايا في نصهم. 1 2 3 4 مين بعد كده يجو ويكون سلري ليميل. طبعا برضه لما يجي يخش ياخد الطفل ورسالة الايميل سالي دارارا والفون والتليفون والهوم يبقى جوب. هقول له جوب جوب واللي ماشي خلاص. خلاصه الخطوه دي ايه اللي حصل؟
الخطوه الاولى انا جبت البيانات الاصل من الداتابيز اكس ام ال فايل. الخطوه دي عملت ايه؟ خدت البيانات من اليوزر او البيانات زي الاصل، لو سابها زي الاصل يا حط بيانات جديده. اصبحت معايا البيانات الجديده دلوقتي، الاي دي والنيم والجوب والفون والسالري والايميل، دي البيانات الجديده. فاضل لي حاجه واحده، خطوه واحده، ايه هي؟ ان انا احط البيانات الجديده عشان احفظها، صح؟ انا خلاص بقى معايا فاريبلز، عايز اقول له ايه؟ ان الام اللي هو الموظف ده عملنا فيه فايند، وجاي قايل له ايه؟ دوت، هدور على دوت فايند الاي دي دوت تكست، النص اللي جواه اللي هو ما بين التاج وقفلته، معلش خلوا لي الاي دي الجديد ده. حسب بقى الاي دي الجديد ده بقى شايل حاجه جديده يتحط، شايل حاجه قديمه يتحط برضه، مش تدمر. يبقى كده ايه؟ بدات اعدل على المركز نفسه، برضه هقول له فايند النيم، بس قيمته هتبقى النيم الجديده اللي هي اللي هو الفاريبل ده، سواء كان من مدخل جديد بالنسبه لليوزر او الايه القيمه الاصل، وهكذا مع الباقي اللي هو الجوب. وبعديها الفون وبعديها السالري وبعديها الايميل كده. غيرت البيانات الاصل واللي بقى محتاج قد كده هي ان انا احفظ على الملف، زي ما كنا بنعمل برضه في الديليت، لازم احفظ في الاخر على الملف. وكده تعدل اتعدل لو انت شغلت البرنامج هتفتكر ان هو يعدل وهتلاقي البيانات متغيره، بس فاضل انك تسيب الكلام دوت على ايه؟ على الداتابيز. وقلنا ان دي بنسيبها من خلال فايل مش عارف اسم الفايل ايه، فايل 3 تمام دوت، وهقول له ايه؟ دوت رايت عشان يرابلس كله، واديله المسار بتاعنا اللي هو الفايل باث اللي هيشتغل عليه، اللي هو المسار بتاع الفايل بتاعنا الاساسي اللي هنشتغل، وخلاص كده هحافظ على الداتابيز. عايز اطلع مسج مش مشكله، ان اقول له برنت واعمل له كده اي حاجه من دي، واقول له برنت، اقول له الكود بتاعه الكود بتاعه اللي هو بالنسبه لنا احنا الاوت نمبر، بلس الاوت نمبر بتاعنا، هقول له ارجع از كله بكتب كله كابتن، هقول له از ابديتد يعني الموظف رقم كذا is updated successfully، عدل وبنجاح وكل تمام. خلاص يبقى القصه كلها على التعديل. بيتم معانا ثلاث حاجات اساسيه او اربعه. الاول اجيب البيانات الاصل اللي هي الاولد، بعد كده باخد من اليوزر البيانات الجديده او الاولد، وبعد كده بعدلهم. ده الثالثه، عدل بقى اخد البيانات دي احط اسمعها في التاج، وبعد كده سايب الكلام ده جوه الفايل بتاعي وخلاص. من الاربع خطوات، واحد اثنين ثلاثه، ده لوحده يعد خطوه، ان هو من غيره هتبقى العمليه ناقصه عليه. واحنا كده كان نادهين اهو على ايديت، هقول له دخل اللي انت عايز تعدله، وبعد كده نبدا نشتغل. طبعا ما عندناش حد نعدله غير واحد بس، مش غيره، لو واحد اثنين اثنين هتيجي بينا نجرب. فايل قلت له واحد واحد اثنين ثلاثة، هيقول طبعا مش موجود، قول له تمام. قلت له واحد اثنين اثنين، علي دخل علي، قلت له خلي واحد اثنين اثنين زي محمد ابراهيم، قلت له خلاص محمد ابراهيم. تيم ليدر، قلت له لا هي ده بروجكت مانجر. رقم تليفون، قلت له اه هو.
يعني رقينا بس الرابع ودينا له مرتب اعلى، ضحكنا عليه ب 3-4000 جنيه والايميل قلت له زي ما هو. يبقى احنا بس ايه، قال لي طبعا الانجلي كود رقم 2 از ابديت سكسس المسج بتاعه. بس لاحظوا احنا بس رقيناه وادينا له مرتب زياده بس غيرنا. روح في الملف بتاعنا ليه بقى فعلا بقى بروجكت مانجر وبدا يسمع في الايه، يسمع فعلا في السالري بتاعه. ده كان كده ايه فكره ال عمليه التعديل كده. هل في احد ليه اي سؤال؟ ينفع تلبس؟ تمام يا دكتور. تمام كده تبقى لي ان شاء الله الانسرت. الانسرت بس الاول باقي الناس كله تمام ولا ايه يا شباب؟ شكلها تبداوا تعملوا البروجكت الثاني. هات بروجكت على السي اس بي. نعم تمام يا دكتور. تمام تمام دكتور. هو احنا هنا برضو في الابديت هنتشيك برضو على ان الملف موجود ولا مش موجود صح؟ فممكن نعمل لها برضو فانكشن. هي موجوده انا هي نفس الفانكشن لكن كود ما غيرتهاش. ليه؟ معايا ولا مش واصلاك؟ لا انا هو الملف كده هو بيتشيك على ال على الـ XML الروز بتاعت الروز اللي موجودة بس. تاني معلش. يعني دلوقتي في الـ XML فايل نفسه هو اللي تشيك عليه إذا كان ممكن يبقى مفتوح، فمش هينفع أصلا يتعمل الأبديت عليه. ده اللي أنا قصدي فيه. هتفرز نفسه؟ آه يعني هو ممكن يدخل وهيجيب لي هيلاقي الريكورد عادي. ماشي، لكن لما هاجي هحفظ بعد كده هيقول لي مثلا ممكن يكون حد بيديت فيه معايا. تبقى تراك كاتش بقى حل المشكله. اه تمام. هو شغال طيب. احنا كده ان شاء الله هنبدا بقى في الايه. طيب بسم الله. احنا كده فضلنا اخر عمليه نعملها على ملف الاكس ام ال اللي هي الاد، عايزين نضيف انكلي جديد. ف هروح كده من فايل وبسيب از واعمل ايه؟ اكزامبل جديد. هنا هيبقى اسمه اد انكلي. عشان اد انكلي طبعا مش هيبعت لي ال الاي دي. احنا ممكن يبعت الاي دي واشيك برضه موجود ومش موجود. لو موجود هقول له ما ينفعش ان انا اضيف موظف بنفس الاسم او بنفس الاي دي. لو مش موجود اشتغل عليه، وممكن اشتغل بنفس الطريقه دي لو لان في حاجات يونيك انا مش ممكن ارفض ان هي تتدبلر. زي الاي دي وزي مثلا الايميل. ممكن اشتغل على الاثنين ان لازم تبعت لي الاي دي والايميل عشان اقدر الاول اشيك قبل ما اخد منك بيت البيانات يعني. ممكن اشتغل واحد بس، انا هشتغل واحد بس لان الفكره خلاص هي نفس هتبقى تكرار بس. فانا هقول له ماشي ابعت لي الاي دي عشان اعمل اد، وانا هقول له دور نفس الكلام ان في اكزيست ولا مش اكزيست. بس على عكس بقى الاد الديليت والايديت عكسها تمام. ليه؟ لانه لو فولس هبدا اضيف، لو ترو معناه موجود هقول له لا ما يقدرش اعدله، ما اقدرش اضيف عليه نفس الاي دي ده. فهمنا؟ وبالتالي هعكس يا اما اشيل كلمه نط بس. تمام؟ انا هخليه زي ما هي. لو جايبها فولس هقول له يعني معناها ان هو مش موجود اضيف، هبدا هنا اعمل عمليه اضافه. العكس هقول له لا ما ينفعش، العكس ده كله بدل ده كل الكلام ده هقول له بليه اوريدي
this is with this ID. بس طيب بالID دوت ما ينفعش لان في موظف. طب هنا اقول له ايه؟ انا هقول له عايز يعمل اد. فلو انتر اي دي اوف اوف ايه اوف الانفي اللي هو اللي انت عايز تسيرش عليه. انتر اي دي اوف ذا انفي خلاص. هات الايه الاي دي بتاع الموظف. وهنادي على اد انفي وابعت له الاد انفي اي دي. خلاص؟ حلو جدا. خلصت. هنا بقى نبدا نشتغل بقى على الاد. هنا في الزرنا احنا نقول ايه؟ اد نيو امبلوي فعلا. هعمل ايه؟ لو ده فولس وانا عايز اضيف فعلا يوزر. طيب اولا عندي مشكله. اول حاجه اصلا مشكله اللي هي وانا بضيف في حاجه اسمها اوتو نمبر. عايز اجيب الرقم ده كان رقم كام؟ رقم 2. يبقى اللي عليه الدور يتضاف هو رقم 3 عشان يعمل اوتو. انا اللي زنقت نفسي، انا اللي فكرت الفكره. وبالتالي هضطر اعمل فانكشن ثانيه اقول له نيكست، اسميها نيكست امبلوي نمبر. نيكست امبلوي نمبر هي بس بترجع لي الرقم اللي على الدور. نيكست امبلوي نمبر عشان يجيب لي الرقم اللي جاي. يبقى انا عايز اجيت الرقم اللي كان موجود وازود عليه واحد، بقول هو ده الرقم اللي عليه الايه؟ اللي عليه الدور. تمام؟ يعني مثلا اقول له ايه؟ هعمل كده حاجه اسمها نيكست. نيكست اي دي وهبدا نيكست اي دي بزيرو. هبدا نيكست اي دي بايه؟ بزيرو عشان لو الفايل اول مره. لو الفايل بتاعنا اول مره انا عايز انزل اول مره بواحد، ده انا هبدا بنيكست اي دي بزيرو. وهبقى سيرش بقى في الايه؟ في الانجليز، اسيرش في الانجليز. اقول له 4 ام ان الانجليز دوت فايند اول ويسيرش لي على كل تاج اسمه امبلي. حلو. يحط كل التاجات اللي اسمها امبلي اللي بعد اللي بعد اللي بعد اللي بعد. كل مره هقرا الاي دي بس اللي هو الاوتو نمبر. اللي هو الاوتو نمبر يعني هقول له الاي دي بيساوي او الاوتو نمبر الاوتو نمبر بيساوي الاوتو نمبر بيساوي هقول له روح على الام دوت فايند دوت فايند دوت فايند. هتدور على تاج. هتدور لي على تاج. انا مش عايز ادور على تاج. وبالتالي انا عايز اقول له ايه؟ انا هدور على اتريبيوت. فاقول له انا عايز الاتريبيوت اللي اسمه اوتو نمبر تقريبا او اتريبيوت اسمه اوتو نو. اقول له انا عايز ادور على الاوتو نو. هو كده هيدور على اتريبيوت اسمه اوتو نو هيحط له جوه الايه؟ جوه الاي دي بتاعي اللي هو الاوتو نو. بس طبعا انا عايز احوله لرقمي رقم يعني هكونفرته. فانا هكونفرته بانت عشان يبقى رقم. ليه هحوله الى رقم؟ عشان اقدر افهمه. طبعا دوت تكست. لا مفيش دوت تكست هو بس كده. ليه حولته لرقم؟ عشان اقدر افهمه. ليه عشان اقدر افهمه؟ عشان اقدر اقارن هل هو اكبر هل هو اصغر هو زائد اقدر اطرح ازود عليه واحد. يعني لازم يكون متحول لرقم عشان اقدر اعمل عمليات حسابيه او عمليات مقارنه رقميه. فخلاص كده بقى معايا الرقم. فجاي قايل له ايه؟ اف ان الاوتو نمبر ده اللي انا لسه جايبه لو هو اكبر من النكست اي دي. تعال نفترض النكست اي دي اول مره بكام؟ بزيرو. فالاوتو نمبر اول واحد هيشوفه دلوقتي
مثلا رقم واحد بس، فيقول لك هل الواحد اكبر من زيرو؟ اقول له اه الواحد اكبر من زيرو. خلاص لو الواحد اكبر من زيرو بقول له نيكست اي دي. تمام، هو مين؟ هو الاوتو نمبر. شوف خلاص يبقى النيكست هو رقم واحد. هاخد بقى الوقت نيكست حتى الان بيقف معايا على اخر واحد انا بتكلم عليه، مش بيجي لي نيكست. ماشي؟ انت ركز معايا. تعالى نتخيل ان الفايل دلوقتي فيه ثلاثه، رقم واحد رقم اثنين رقم خمسه، واحد اثنين خمسه، وده اربعه قلنا احنا عملناهم دليل. بس الفايل فيه ثلاث اشخاص، واحد اثنين وخمسه، فهيمشي على اول واحد هيجيب الاوتو نمبر واحد، فيقول لك الاوتو نمبر رقم واحد ده اكبر من نيكست او من نيكست بزيرو. يبقى يعمل ايه؟ يقول لك خلاص الواحد ده اتحط جوه نيكست اي، يبقى نيكست اي شال واحد، ياخد اللفه الجايه فيلاقي اللي هو رقم اثنين، هيجيب له رقم اثنين، فيقول لك رقم اثنين دي اكبر من النكس اي، النكس اي دي بواحد، فيقول لك اه الاثنين اكبر من واحد، خلاص يبقى خد الاثنين وحطها جوه النكس اي، فبقى النكس اي دي شايله اثنين، يلف اللفه بتاعته ويدور على المواد بيجيب رقم خمسه اللي هو الاوتو نمبر خمسه، فبقت خمسه، فيقول لك الخمسه اكبر من الاثنين، اه خمسه اكبر من الاثنين، فياخد خمسه يحطها جوه النكس اي دي، يجي يلف خلاص اللوب خلص. فاصبح نيكس اي دي شال خمسه اللي هو اكبر رقم او اكبر رقم موظف موجود عندي بالفعل. بس انا مش عايز اكبر رقم موظف موجود عندي بالفعل. انا عايز اللي بعده. انا عايز اللي ايه؟ اللي بعده. هو ايه 30؟ فانا عايز اللي بعده. بعد ما اللوب خلص هقول له ايه؟ ريتيرن نيكست اي دي بلس 1. عشان كده بجبت فعلا اللي بعده. فرتين نيكس اي دي بلس 1 نيكس اي دي كان اخر واحد، قلت له بقى زود عليه واحد. زود عليه واحد خلاص بقى برافو. لكن انا جبت فعلا الرقم اللي عليه ده. طبعا فانكشن كده لذيذه، بس كل فكرتها ان هي فكره ان هي بتجيب الارقام يعني تشوف اخر رقم وتجيب اكبر رقم، وبعد كده تجيب اكبر رقم تزود عليه واحد. عشان انا استغله في ان انا جاي اعمل اد الموظف الاوتو نمبر ده الجديد هيضاف الرقم اللي عليه الدور، الرقم اللي عليه. تمام؟ هل واضح يا شباب ولا مش واضح؟ واضح يا دكتور. واضح يا دكتور، بس احنا لو كنا عملنا كاونت على طول للوب وطلعنا يعني اخر رقم وزودناه بواحد، مش برضه كانت هي نفس الفكره؟ بقول لحضرتك يا دكتور، لو احنا كنا عملنا لوب على طول وكنا عملنا فاريبل كاونتر وكنا عدينا كل اللي في كل الامبلويز وزودنا عليها واحد على طول، طب مش هي هتأدي نفس الغرض؟ اوضح الرؤيه. زميلنا بيقول ايه؟ انا لما اعمل كده، طب انا كنت ممكن اعمل ايه؟ اعمل نفس فكره الكاونتر اللي اخذناها قبل كده، اعمل كاونت بزيرو واللوب يخش او اعمل ايه؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 كان في كام واحد؟ هنا قلنا ثلاثة صح؟ هجيب رقم أربعة.